是雪花一片一片的飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望。我勉强自己体谅缘分啊，像柳絮，一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双翅膀。 停不了，飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，是彼此内心永远会起伏的波浪。你忍痛一次一次的。 关上了窗，我含泪一步一停地回首凝望。不能爱是人世间最遥远的流放，但不能不爱是最快乐的捆绑。مرحباً، أنا وين وان مساعدة المدير. مرحباً بك. شكراً على تشريفك. إن السيدة جان في انتظار سيادتك. Why? Because we have the best CEO in the world. من هنا. سيد لينغ، مرحباً بك. إنه السيد جان مدير الشركة التنفيذي. مرحباً بك. أقدم لك صديقي وشريكي، غاو فانغ وقوانتي. مرحباً بك. أهلاً. أهلاً. أهلا. تفضل. حسناً. هنا قسم الأبحاث والذي يضم أفضل وأذكى الكوادر في الشركة. هذا جيد. تفضل معي. المكان رائع حقاً. نأسف لإزعاجكما. الحكمة الإنجليزية تقول: حينما تدق الساعة الخامسة يتوقف كل شيء ويذهب الجميع لاحتساء الشاي. الساعة الآن الرابعة. أتمنى أن ينال هذا الشاي إعجاب السيد لينغ. هذا رائع. إن كل شيء لديك رائع. عشت بإنجلترا كثيراً وأعتدت احتساء الشاي عصراً. لقد كنت أتوقف عن العمل فقط لاحتساء الشاي. تفضل. شكرا جزيلا. انجوي. بعد اذنك. تتوقف الامور المزعجه عند احتساء الشاي. Thank you. اهلا دو. مرحبا. السيد لينغ سعيد بما رآه عندنا. خاصة الحلوى التي أحضرتها أعجبته كثيراً. حقاً؟ بذلت جهداً هذه المرة. قد استعددت كثيراً لهذا اليوم. عثرت على هذا المطعم الذي يقدم حلوى شهية، وهي مصنوعة من الزبدة والدقيق. زبدة؟ ما الأمر؟ لديه حساسية. كيف تفعلين هذا؟ مرحباً. تناول الكعك؟ ألم يشعر السيد لينغ بألم بعد تناول الكعك؟ أبداً، بل أعجبته كثيراً. لقد انتهى كل شيء. والحل؟ لقد أكل من الزبدة. أين هما؟ لا يوجد زبدة في الكعك، فوين وان قد بدلت الحلوى. وين وان رائع. Thank you very much. You're welcome. أشعر أنني أصبحت على دراية كاملة بما يخص شركتكم. سيكون بيننا مستقبل. أتمنى أن نلتقي ثانية. سأرافقك. شكرا لك. لدي سحر خاص. ما الذي قاله لك؟ كيف ترتكبين خطأ كهذا؟ فلولا أن وين وان قامت بتبديل الكعك لكان السيد لينغ أصيب بسكتة دماغية خطيرة. ألم تقرأي أي معلومات؟ عن الزائر القادم؟ كيف ترتكبين مثل هذا الخطأ؟ لو كان حدث له أي مكروه لكانت العواقب وخيمة. ألا تعلمين أهمية الزيارة؟ لا تغضبي، لم أكن أقصد هذا أبداً. إن وين وان لم تخبرني بهذه المعلومة. وين وان قامت بطباعة ورقة بها تفاصيل عن السيد لينغ وأعطتها لك. أي ورقة؟ لم آخذ منها شيئاً. رأيت وين وان وهي تسلمها. سيد جين؟ سيد جان، ماذا هناك؟ ألديك ما تقولينه؟ إنني المسؤولة عن الزيارة، وإن حدث أمر ما فأنا سأتحمله. سيدة تشي، كان الاستعداد للزيارة جيداً جداً. قومي بتوزيع مكافأة على كل الذين شاركوا في الاستعداد لهذه الزيارة، فشركتنا تكافئ من يتقن عمله، ومن يفعل غير ذلك فلا بد أن يتحمل نتيجة فعله. تحققي جيداً بنفسك من هذا الأمر. هل هذا مفهوم؟ حسناً سيد جان. هذا مركز الأبحاث؟ سيدي، إن قسم التسويق بالخلف. تفضل. هيا. لقد أبلغت الجميع بأمر زيارة السيد لينغ. أين مسؤول القسم؟ إن مركز الأبحاث أهم قسم بالشركة. إنه من غير اللائق أن تأتي برجل غريب فجأة هكذا. غداً سنطرح مناقصة مشروع ألفا. وين وان، اشرحي خطة المشروع. حسناً. قالت شركة لينغ شي إن كل شركة لديها فقط 10 دقائق لشرح خطتها لهذه المناقصة. إن مرت 10 ثوان دون أن يبدأ المشترك بشرح خطته سيكون مستبعداً. هذا تقرير مفصل عن أهم 5 أعضاء في اللجنة. السيد لينج يثق بهم وبرأيهم. دائماً ما يركز أعضاء اللجنة على كل ما يخص تخصصهم من مبادئ وأساسيات. توجد نسخة من الملفات السابقة بين أيديكم. جان، إنها بارعة. ليس سهلاً الوصول إلى هذه النقطة. أنت نفسك لم تستطع الوصول إليها. وين وان، أصبحت تعملين لوقت إضافي؟ أجهز بعض الملفات من أجل مشروع ألفا. هؤلاء أعضاء اللجنة بمجموعة لينغ شي. أريد ملفاً يضم كل شيء عنهم. مفهوم؟ أنا؟ ما بك؟ لقد أخبرتيني أنك تعملين جاسوسة. هذه الأسماء خاصة بمشاركة مجموعتنا. بالمناقصة كنت أمزح معك فقط. أما أنا فلا. ما هذا؟ لقد سبقنا الكثيرون. مرحباً سيد لينغ. أهلاً. مرحباً. أهلاً. أهلاً. سيد وانغ وسيد لي ظلا يعملان شهرين كاملين بكل اجتهاد من أجل المناقصة. ينويان على المكسب. استعدت شركتنا أيضا لهذه المناقصة. أتمنى للجميع التوفيق. كون انطباعا جيدا عنك. حينما ذهب السيد لينغ لزيارة داي جونغ، تعمد عم لين لو وابن عمه إغلاق باب مركز الأبحاث. ألا تعرفين؟ كنت منشغلة بالعمل، كيف سأعلم؟ هيا. ترحب مجموعة لينغ شي بالمشاركين في مناقصة ألفا. إن الشركة الأولى هي شركة جينكسينغ. قدموا خطة الشركة. يبدو لين لو في غاية التفاؤل، معنوياته مرتفعة جدا لدرجة تجعلني أغبطه عليها. هذه هي خطة شركتنا. Well, you better be careful in this case. أريد تقريراً عن هذا الرجل الأجنبي. عليك أن تسرعي. حسناً. عمل بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم، ونشر بحثاً من قبل بخصوص قوة الذاكرة بالمخ. أتريد شيئاً آخر؟ أريد المزيد، فلتتابعي. حسناً. الشركة التالية هي شركة داي جونغ. أقدم كل الشكر لكل من شاركوا في مناقصة ألفا. سيتم إعلان النتيجة عصر اليوم. وين وان، إذا فزنا بالمناقصة سيكون هذا بفضل مساعدتك. السيد جان له فضل في مساعدتي على جمع هذه المعلومات الوفيرة. أنا لم أفعل هذا وحدي. في الحقيقة حينما رأيتكم اليوم شعرت أنني مطمئن. أشعر أنني أصبحت عديم الفائدة. لا تقل هذا أبداً. أنتما اليدين اليمنى واليسرى للسيد جان. لا أحب أبداً من يمتلك يدين فقط، فأنا أحب التنين ذو الأذرع الستة. أهلاً. ماذا؟ لنأكل. إن لدي عمل. سنتناول الطعام معاً. سوف آتي إليك. لينو. هيا بنا، سنتناول الطعام. هيا. أعيدي الملفات إلى الشركة. لا تنسي أي شيء. ولا تنسي مركزك الآن. سيد جان، السيد لينغ يريد أن يراك. بالطبع. كان أداؤك اليوم رائعاً جداً. قرأت كل الملفات وأعجبتني. الجميع كانوا رائعين. سيكون من دواعي الفخر أن نكون في شراكة معكم. أفكر في دعوتك عندي بإنجلترا. حسناً. مرحباً. hello. You're on time. Sit down, please. أعدت زوجتي هذا الشاي خصيصاً من أجلكما. شكراً. سيد جان، سيد ليلو، خطة كل منكم المقدمة جعلتني عاجزاً عن اتخاذ القرار. لذا سوف أدعوكما إلى إنجلترا لزيارة المقر الرئيسي لمشروع ألفا، وفي نفس الوقت سنتناقش مرة أخرى لتحديد الفائز. سيصحبكما كل الكوادر بشركتنا للسوق لتريا الوضع بنفسيكما، وسيصدر حكمهم العادل. ما رأيكما في هذا؟ يمكننا إذن السفر للعمل والتمتع بالجو في إنجلترا. وأنا متفق معك على هذا الأمر. حسناً، اتفقنا. المعذرة. يبدو أنك رائع حقاً. ليس من السهل سماع مثل هذا الكلام منك. آمل أن تراني دائماً هكذا. أتمنى. صحيح. ما رأيك بمشروع ألفا؟ فلتخبريني. بصراحة ليس لي رأي. ليس لك رأي؟ أليس هذا المشروع يمثل لك المال والعمل الجيد؟ لديك كل ما يتمناه أي شخص. ما الذي ينقصك لكي يتأثر قلبك؟ هناك ما ينقصني. وما هو؟ النوم. منذ أن عملت بالطابق 66 وأنا دائماً أغفل وأستيقظ فزعة. ون وان، كنت الآن في الشركة ولكنني لم أجدك هناك. هل حقاً لم تشتاقي إلي؟ أحرجتني اليوم. ليس من الغريب أن يستغل جان ذكائك ويجعلك تعملين عنده. لقد أتيت إلي في وقت غير مناسب. أردت دعوتك لوليمة فخمة. شكراً، على الرغم من أن عشائي ليس كوليمتك الفخمة، إلا أنني سأتناوله ولن أزعجك أبداً. ولكن افتح الباب يا ون وان، هيا. افتح الباب يا ون وان، هيا بسرعة، هيا. افتح الباب بسرعة يا ون وان، هيا. افتح الباب. شكراً لك. أغلق. انشغلت كثيراً في الفترة الماضية، هل يمكن أن تتركني وترحل حتى أرتاح قليلاً؟ تبدين في حالة سيئة فعلاً، لن أنكر هذا. أنت غريبة، ألن تهنئيني على فوزي بالمرحلة الأخيرة؟ أنت ألا تريدين أن تعرفي الطريقة التي جعلتني أتساوى مع جان؟ عندما تم إغلاق مركز الأبحاث لديكم، ماذا فعلت مع السيد لينغ؟ أخبرني. الجميع عاملك بجفاء اليوم، لذا جئت إليك لأعتذر عما حدث. إن لديك شيئاً ما تود قوله. رأيت اليوم ما حدث. لابد أنك قد كونت انطباعاً سيئاً عن الشركة. قلت لك، كل شركة لها أسلوبها الخاص وثقافتها الخاصة. أتفهم ذلك جيداً. وأحترمه. أنت لم تهتم لشركتنا. أنا باعتباري الرئيس التنفيذي أعترف أن شركتنا سيئة جداً، تحتاج للتغيير والتطوير، وإن لم تطور نفسها سوف تنتهي، والذي سيطورها هو مشروع ألفا. أهو حقاً مهم؟ ربما ليس مهماً للشركات الأخرى، لكن بالنسبة لشركتنا فالوقت ضيق. سأدفع فاتورة أكبر من الشركات الأخرى لإقامة علاقة تعاون بيننا للفوز بالمشروع. سوف نقيم دائرة من التكنولوجيا عالية الجودة يذيع صيتها إلى خارج البلاد بعد موافقتك. إنك طموح للغاية. لم يكن الأمر سهلاً، لقد حاولت جاهداً لإقناع السيد لينغ بهذا. إنك تتظاهر أنك مجتهد، تتفق مع السيد لينغ سراً، تكسب تعاطفه، وأيضاً تطلع على خطة الشركات الأخرى لتسخر منهم. حسناً أيها السيد، ربما نجحت في هذه الجولة فقط. ليس هكذا. ربما استطعت أن أقنع السيد لينغ، لكنني فعلت هذا لكي أصل لنفس مرتبة السيد جان. أنا سوف أسعى جاهداً لأدخل معه في جولة أخرى. هكذا بكل بساطة هو الأمر. والآن يوجد بينكما عداوة كبيرة. أنا لن أسامحك على توريطي في هذا الأمر. حسناً، تعالي، هيا سأشرح لك. لم يعد جان هو نفس الشخص الذي كنت تعرفينه. عدوي أصبح مديراً. بعدما عملت بشركته أصبحت مساعدته، فكيف لا يكون لك علاقة بالأمر؟ الآن فلتعودي مجدداً إلي، فهذا أفضل شيء. ما تقوله هراء. ليس هراءً. للو، هيا عد إلى بيتك. إنني لم أسامحك حتى الآن. لماذا؟ هيا اذهب. حسناً، ليلة سعيدة. لا تدفعيني. انتظري. وداعاً. لحظة. سوف تراوغينني. لا. انتظري، انتظري هنا. لا تغضبي، ألم أعتذر لك؟ أنت أخطأت. كنت فظاً معك وجعلتك تشعرين بالحزن. أنا آسف. حسناً، سامحتك. تعهد أنك لن تزعجني. أتعهد. ادعوني إذن لوجبة جيدة حتى أسامحك أكثر. حسناً، هيا بنا. أتعلمين كم مرة قامت وين وان بمهاتفة ليلى طوال السنوات السابقة؟ كانت تعاني من ضغط الدراسة بإنجلترا، لذا أصيبت بمرض الإنزومينيا. لم تكن وان وان متعمدة. أنتِ تعلمين جيداً لماذا دعوتك. أعلم، ولكن صدقيني لم أستلم أي أوراق منهما. يبدو أنهما تريدان الإيقاع بي فقط. كل هذا وما زلت تراوغين؟ لولا أن وين وان اكتشفت سهوك وأنقذت الموقف في الوقت المناسب لكنت طردت. إن السيدة جان نبهني على ضرورة التأكد مما حدث وألا أتهاون مع من أهمل في عمله أبداً. أعلم أنك تملكين قدرات هائلة. عليك أن يكون لديك الشجاعة للاعتراف بالخطأ. وكيف ستتعامل معي الشركة؟ ستتعامل معك طبقاً للوائح والقوانين الموضوعة. عملت بجد في الشركة منذ سنوات طويلة. أصبح هذا العمل بمثابة كل شيء بالنسبة لي. أنا أتفهم شعورك. عليك مراجعة نفسك جيداً قبل أن تتخذ الشركة أي قرار ضدك، وقد يتخذ السيد جان إجراءً بسيطاً لا يؤدي إلى عواقب وخيمة. عليك العمل على هذا الملف حالاً. سيد جان، هل لي بدقيقة؟ أجل، فقد سمعت أن الإدارة تفحصت ما فعلته دو سين تونغ وسيتخذ إجراء. سمعت أيضاً بهذا ولا أعرف ماذا سيحدث. لما تقلقين بشأنها؟ إنها أرادت توريطك في هذا الأمر ورمي الخطأ عليك أنت. لقد مر الأمر بسلام والسيد لينج كان راضياً. أنتِ ذات طبع جميل، متسامحة ورائعة. أختي، ما رأيك أن أهديك عناقاً؟ دينج، توقفي وإلا أخبرت السيدة جان بهذا الأمر. لماذا لا؟ تريدينني أن أعنقك؟ هيا أعنقيني الآن. هيا توقفي عن المزاح. يا جان، بما ناديتني الآن؟ هذه شركة وليس ملهى. أنا آسفة جداً، جعلت وين وان تصطدم بك من غير قصد. لا عليك، هيا إلى المكتب، تعالي معي. حسناً. أختي، هل أنت بخير؟ أنا بخير، هيا. سيد جان، تحدثت معي السيدة تشي. أعترف لك بما ارتكبته من سهو وإلقاء التهمة على المساعدة وين وان، لذا سأذهب وأعتذر لها. أمتأكدة؟ عملت بالشركة منذ 4 سنوات تقريباً، وصلت إلى منصب اليوم بكل جد واجتهاد. أتمنى أن تعطيني فرصة أخرى أرجوك. أنت تعلمين جيداً أنني رجل جاد، يعرف من يكافئ ومن يعاقب. سيد جان، لا سبيل الآن أمام الشركة سوى أن تعاقبي. اتركي عملك واذهبي لتدريب الموظفين الجدد، وبعد 3 أشهر بعد أن تظهر نتيجة تدريبك لهم سأرتب لك عملاً جديداً. لا تخطئي مرة أخرى. أعطي هذه الورقة للسيدة تشي، أخبريها بأنني أعطيتك هذه الوظيفة بنفسي. عليك أن تجتهدي جيداً لتحققي أكبر فائدة. سيد جان، اذهبي. اسمعي، أخبري وين وان أن تأتي. أستأذنك. السيد جان يريدك. رأيتكما وأنتما ترقصان، هل هذا شكل لائق بموظفي شركة مثل هذه؟ إنني حقاً أشمئز من فتيات هذا الجيل، يهدرن الوقت باللعب والأشياء التافهة. دو سين تونغ، ما الأمر؟ ليس من تخصصك معاقبة أو تعنيف من هم أعلى منك بالرتبة، اعتذري لها. ون وان، منذ حصولك على منصب مساعد المدير أشعر أن هذا المنصب صعب عليك. ليس صعباً، ولتري بنفسك. أنت بخير؟ كل هذا بسببي. لقد وضعتك في موقف سخيف للغاية. إنها تغار من جمالك. كنت رائعة جداً، لقد أحرجتها. هيا أكملي عملك. تفضل. سيد جان، تعالي. أنت متسامحة. لست بهذه الرقة. لقد أذتك ولكنك تحملت، وحين تجرأت وتحدثت معها كان هذا من أجل دينغ. دينغ تفعل تصرفات طائشة، لكنها رقيقة جداً، إن لم أدافع عنها لما استطعت أن تنطق بكلمة. إنك تشبهينها وأنت صغيرة. لست جيدة هكذا. هل كنت تريد شيئاً مني؟ اليوم ستذهبين معي إلى أحد الحفلات. ولكن السيد جاو هو من يرافقك إليها. ذهب للتجارة، لن يأتي. ألا ترغبين؟ نعم، ولكنك مجبرة. أنت مساعدتي، هذه مهام وظيفتك. يجب أن تتعرفي على رؤساء الشركات الأخرى، هذا عملك.能活在童话。